ساروج اختي، شو عم تعملي عندك انتي؟ تعي قعدي جنبي، جاسي هون، هي رح تعمل كل شيء. ايه بعرف هالشي، بس بصراحة تعي قعدي. يلا بابو، خلصت تمرين؟ شايفتك تعبان كتير. ايه عمتي، هلا خلصت تمرين، مو شايفتيني معضل؟ بس ابنك اهم شيء عنده الاكل، ما بيلعب رياضة بلا براسة، صرعني ونحن عم نتمرن. هاتي، بالله ما قلت لك تتعشى مبارح، انت اللي ما رضيت. امي مبارح انا كنت جوعان كتير، بس هلا عم موت من الجوع على فكرة. شو عم تقول؟ اللي بصراحة، فهمني شغلة، انت ما تعشيت هنيك مبارح؟ فكرت انه في حدا عم يستناني. بابو خود، كل براثة. عمتي جيتي، خدي هي إلك. اوه جاسي، البراسة بتجنن. جاسي تعالي كلي. ليش انت ما بتعرف انه اليوم التنين وبتصوم؟ اوه مزبوط، نسيت. شكلاني مي ما بتصوم التنين، مشان هيك هو نسيان. حظها كتير حلو، عندها زوج ولاد احما بجننوا، صح؟ لا لا، نيمي مون هذا النوع من البنات، بتفضل تعمل ريجيم، ما هيك؟ لا مو معقول، البراسة كتير فيها زيت. لا 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 لا، لو سمحتي الشاي تبعي بلا سكر. على فكرة لهيك هي كتير نحيفة، بس أنا من يوم ورايح كمان بدي أشرب الشاي بدون سكر. عن جد؟ وشو مشان 4 معالق السكر اللي حطيتيهم للشاي تبعك؟ هدول مو محسوبين؟ ماما؟ أنا رايحة على المعبد ورح جمع قائمة أغراض الحفلة وجيبهم معي من هنيك. إيه؟ جاسي اسمعيني، أنا رح وصلك لهنيك. جاسي يلا استعجلي شوي رح نتأخر. هي راحت أساسا. هي راحت؟ بس أنا قلت لها أني رح وصلها. هي كانت رح تتأخر حتى ما استنت ماد وراحت لحالها. مرت أخي حكيتي مع سلفك بشارجة؟ أنت أكيد شرحتي له المشكلة ما هيك؟ أي فينا، حكيته وشرحت له كل شي بالتفصيل، قلت له مشان ينقل ناريندار على الهند بأسرع وقت ممكن، وقلت له يعطيه شغل هون. قام قال لي إنه شركته رح تبلش مشاريع جديدة هون ببين جاب، عرفتي؟ فرح يحاول. المحاولة ما بتفيد، لازم هو يخلي الموضوع أكيد 100%، لأنه إذا ناريندار ما أجا لهون نيمي رح تقضي كل حياتها بهداك البيت الصغير بكابور تالا وتكره حياتها كمان. بكرة لما نيمي تحاول تجيبه لهون رح يقلها إنه هو الابن الوحيد بالعيلة ويصير يتحجج ويقلها ما بقدر، لازم ضل مع أهلي وساعدهم. لا تاكلي هم فينا، أنا حكيت مع زوجي بالموضوع إنه لحتى يجي ناريندار على الهند فاريندار ما رح يقبل يجي يسكن معنا بالبيت. مرت أخي، رح يكون عنا ميزة زيادة هلأ، كلهم بهاي العيلة بعدهم محترمين لجاسي. رجعت ناريندار رح تزيد أهمية نيمي بهاي العيلة، الكل رح يعطي الفضل لنيمي برجعت ناريندار. بعتقد إنه معك حق.